اهلا بكم مشاهدينا بختامنا الصحي والغذائي. قبل شوي كنا نحكي عن كمال الاجسام والبرامج التغذويه المهمه جدا لصحتنا. ختامنا بفواكه الصيف، ذكرنا في بدايه البرنامج انا وآلاء شو اكثر الفواكه الصيفيه الموسميه، وبنحكي دائما الصيف كيف كمان بفواكهه الجميله. قاعده نعدد ايش بنحب في وكتار. الصيف بس هلا يمكن مع اخصائيه التغذيه شدا اللي بتراقب تنضم لنا. يسعد صباحك اول شيء، يعني شدا يمكن تحددنا شو ناكل وشو ما ناكل. يسعد صباحك، نورتينا شدا. صباح الورد. الله يخليك. ودائما لما بنحكي فواكه الصيف بنحكي عن مساحه حلوه واشياء فيها يمكن كمان طاقه وحلاوه وايضا انتعاش. صحيح، هي معروفه في الوانها وانتعاشها، كيف كل فواكه وإلها بتحسها مناسبه للموسم اللي هي بتيجي فيه. هذا الحلو في الفواكه الموسميه، يعني كل فصل له فواكه معينه وبتحسها بتلبي الاحتياجات لهذا الفصل اللي اصلا جاي فيه. فهي اكثر شيء بميزها، فوائدها انها بتيجي للاحتياجات الجسم بهاي الفتره. يعني المثال كيف احنا بنحكي بالشتاء دائما فيتامين سي موجود في البرتقال والليمون والحمضيات هاي كلها، بيجي الصيف مع فواكهه اللي مليانه بالسوائل مثل البطيخ والشمام وهي الشغلات، وزي ما بننتبه بيكون اغلبها الالوان الحمراء والبرتقاليه اللي بتحتوي على الكيراتينويدز اللي هم بيعطوها هذا اللون. هذا اللون اللي بيعمل وقايه من اشعه الشمس، فدائما الاحتياجات بتيجي مع سبحان الله. صحيح، الكرز، المشمش، الخوخ، البطيخ، البحماره، الرمان كمان شوي، كل هاي الفواكه بتلبي احتياجات هذا الفصل. نعم، وهي كمان جزء منها يؤكل بارد، فهذا بيساعد بانه احنا ننتعش ونحس بالبروده. في مثل شعبي بيقول اول الثمار بطول العمار، اول الثمار بطول العمار، فاكيد في منه هذا الحكي. صحيح. بمعنى انه احنا لما بناكل الشيء في موسمه في اوله لا شك انه بيكون في قيمه غذائيه عاليه. صحيح. هلا فكره انه انت تاخذ المحصول من النبته مباشره للاستهلاك للانسان بيكون في ذروه الفائده تبعته، لانه بيكون لسه ما خسر فيه معادن وفيتامينات، بتخسر مع الوقت اللي بيكون فيها بتخزن او بنحط فتره مثلا للبيع او مثلا للتحضير او اللي بنعمل معلب او بتحضر لاشياء ثانيه، بيخسر قيمه غذائيه من قيمته. فلما يكون من الشجرة زي ما بنحكي مباشرة للمستهلك بكون في قمة الفائدة اللي هو فيها. طيب شدا، لما بدنا نيجي نحكي هلا صح فواكه الصيف جميلة وطعمها زاكي وموجودة دائما معنا. صحيح. ولكن في قيمة غذائية في الأول في البعض. صحيح. وفي قيمة أيضا غذائية ممكن تكون أحيانا ضارة للبعض، فكيف ممكن نقيم هاي الفواكه الصيفية وكيف ممكن نعطي نصائح للمشاهدين بأنه كل بحدود ومش كل شيء ممكن ناخده؟ صحيح. هلا احنا مش مع الحرمان، الواحد المفروض ياكل من كل الفواكه اللي موجوده وخصوصا الموسميه وبتيجي خلال فتره معينه من السنه، بس زي ما حكيت في كل انسان وله احتياجاته. بالوضع الطبيعي من 3-4 حصص فواكه للانسان في خلال يوم وحسب سعراته او القيمه الغذائيه المطلوبه له. تمام، لازم يقسمها بطريقه انه يحسب شوي. هلا في حصص غذائيه احنا بنسميها بالتغذيه انه كل عدد قديش بوازن. فالمشكلة بفواكه الصيف انه حبتها تكون صغيرة شوي نوعا ما، فالواحد بسحب منها بدون ما ينتبه انه قديش صار ماكل، فلازم الواحد ينتبه لهي الكمية، خاصة اذا كان في امراض احنا بنحكي مثلا خصوصا زي السكري. بالضبط. صحيح. الفواكه من اعلى الاشياء من بالاكل اللي بتحتوي على سكر، فممكن شوي خصوصا مرضى السكري ينتبهوا لهي النقطه، لانه من الفواكه معروف انها بترفع سكر الدم بشكل اسرع من الاشياء الثانيه مثل الخضار او المنتجات الثانيه اللحوم وهي الشغلات. فالفواكه السكر بيرتفع في الدم مباشرة، فلازم يكون مدروس يعني كمية الفواكه اللي باخذها مريض السكري، بحيث انه مش يحرم حاله، ما بنحكي انه ما ياخذها، لكن ماخوذه ضمن احتياجاته بشكل انه ما ترفع بشكل يأثر عليه سلبي او يأثر على سكر الدم عنده. طيب يعني احنا بنحكي كثير كمان مش بس السكر، اللي بيشتغلوا على النظام الغذائي بتلاقيهم راحوا للفواكه عشان انه يوفروا ياخذوها يعني. مش وجبه، هم وجبه او تنتين او ثلاثه، انه خلص الفواكه كمان يعني ما بتنصح. بالضبط، يعني هي قصدي تسد عن وجبه عمليا يعني. صحيح. بتشرك بالشبع يمكن. صحيح. هلا احنا ما بنفضل انه الواحد ياخذ كميات انها لا ما بتنصح، لا هي كل شيء زياده عن حده
الا ما ينصح، خصوصا انه احنا بنحكي فيها سكريات، يعني في زياده بدها تصير الجسم حيتعامل معها كانها اي زي اي اكل ثاني زياده، فرح يضطر يخزنها على منها كدهون في الجسم. فلا لازم ينتبه انه مش بلا حدود، لكن انه ما تحرم حالك. في حصص لازم نلزم فيها. نظام الكيتو هم يعني محرومين من انه ياكلوا بعض انواع الفواكه اللي صحيح فيها تخففوها. طيب شذا، هلا بالنسبه للفواكه المجففه او المعلبه، احنا نعرف انه ممكن قيمتها الغذائيه تكون اقل، لكن قديش هي مفيده كمان؟ صحيح. هلا شوف، المجففه مش زي شيء دخل في التصنيع، المجففه بتحفظ قيمه غذائيه نوعا ما، حتى انه مرات بتكون فيها في معادن وفيتامينات بتظهر في عمليه التجفيف، ممكن يكون في فائده غير عن الطازج يعني من نواحي ثانيه، يعني بيخسر من ناحيه بس في ناحيه ثانيه بالمجففه ممكن تبين. امتى ممكن نحكي انه خسر من قيمته الغذائيه وما كسب شيء ثاني؟ اللي بدخل في التصنيع، اللي بمعلبات ممكن ينضاف عليه مواد حافظه، بنعرف انه ممكن لها تاثيرات في دراسه الدراسات اثبتت انه في مواد من المواد الحافظه لها تاثيرات سرطانيه مع الوقت. فالسكر المضاف برضو، احنا غير السكر اللي بالفواكه قاعدين احنا بنضيف سكر ثاني، فهي برضو بتاثر على قيمتها الغذائيه. غير انه فتره يعني التعليب بتخسر، غير انه بتعرضها لاشياء، انت يعني الفواكه ما مش زي ما عن الشجره تعرضت لمواد كيماويه وفتره تصنيع ممكن تتلوث فيها، يعني فاحنا بنحكي هاي مهمة فيها. انها تكون طازجه صحيح. والخيار الثاني ممكن تكون مجففه واخر خيار المعلبه. طيب بدنا نروح هلا للبطيخ تحديدا. انا في بيني وبين البطيخ قصه جميله جدا، لما بنحكي انه هاي الفاكهه اللي حجمها مش صغير يعني ما ناكلش منها عدد، ولكن خاصه لما الواحد يكون بهالدرجات الحراره المرتفعه بطيخه من الثلاجه، فلو بدنا نحكي عن حصص وشو القيمه الغذائيه المفيده فيها، وكيف ممكن انا غير انه موضوع السكر الكثر او كثره منها ممكن تضر جسم الانسان. صحيح. هلا زي ما حكينا كل شيء زياده ممكن يزيد عن حده بياثر شكل سلبي على الجسم، لكن حصه البطيخ شوي يعني شرحتين الكبار هيك، ففيها 60 سعر حراري، بالاضافه للسوائل والفيتامينات اللي فيها موجوده بشكل كثير كبير، غير انها بتساعد على الارتواء بالصيف زي ما حكيت، وهي طالعه من الثلاجه خصوصا. صحيح، غنيه بالالياف والفيتامينات اللي بتساعد على تهدئه المعده والجهاز العصبي اصلا كمان، فتحس انه بتيجي في وقتها انه بتريح الواحد من داخليا، انه المعده وكل جهازه الهضمي برتاح وبتروي، غير انه الفيتامينات والالياف اللي هي طبعا علاقه الجبنه والبطيخ ما بنقدر نعترض عليها. وجبه ثانيه ما بنقدر نعترض عليها. صحيح. لا، مزيج فيش في اي مشكله، ما بيعمل تضارب، بالعكس يعني في كل بيعمل تشكيل في العناصر الغذائيه اللي فيه، لانه الجبنه غنيه في البروتين والكالسيوم ومعادن بتخصها، والبطيخ غني بفيتامينات ومعادن بتخصها، فبكون مزيج كامل. بعدين من العادات والتقاليد نقدرش كمان نقدرش اي شيء ثاني. صحيح. طيب شذا، كيف ممكن يعني خلينا نقول نشجع الاطفال انهم ياكلوا فواكه بحيث تكون جزء اساسي من نظامنا الحياتي؟ لانه كثير من الناس ما عندنا هاي الثقافه انه ناكل سلطه عاديه، يعني خلينا نقول سلطه خضروات او سلطه فواكه، يعني على الاقل هي للناس اللي بتكسل يمكن انها تاكل فواكه بشكل يومي. هلا الانسان الطبيعي في عنده 6 وجبات، مقسم انه 3 الرئيسيات اللي بنعرفهم فطور غدا عشاء، وفي وجبتين بين الوجبات الرئيسيه هاي لازم الواحد يستهلكها. بالعاده بنفضل انها فواكه، لانه الواحد يعني بتيجي زي ما حكينا بتسهل عمليه الهضم، بتخفف على الواحد بين الاكل الدسم خلال النهار، فممكن الواحد يدخل في نظام الاطفال خصوصا فتره اللي بين الوجبات. يعني انت ما تقنع مثلا انه يشبع من الفواكه انه كوجبه تعطيها، بس ممكن بين الوجبات تعطيها كسناك انه يصبر حاله فيها، ممكن الواحد يعني يحببهم فيها بطريقته، لانه هي شغله تعويد اكثر، فانه كل ما عرضتيها للطفل من هو صغير اكثر وعودتيه انها موجوده في حياته، كل ما هو بس كبر كان يعني استمر في يعني انه فيها هاي الركعة الام. صحيح. اذا كشرت فواكه كنا ما كشرتش فواكه ممكن. صحيح، حتى احنا الكبار يعني. طيب شذا، لما بنحكي دائما فواكه على طول مربوطه في الجمال وصحه الجلد. صحيح. كمان مش على الصحه الداخليه. صحيح. كيف ممكن نقيم هاي الشغلات، وكيف ممكن نعطي نصائح للي بتابعونا انه كيف ممكن يستفيدوا من الفواكه لجمال بشرتهم لنضارتهم وايضا لصحه جسمهم؟ صحيح، انه ياكلوها او يحطوها على وجههم. صح، كمان في جزء هلا في جزء التجميلي انه بحطوها. هلا من ناحيه غذاء، انه كاكل هي زي ما حكيت لك كل فتره وبتيجي مع احتياجاتها،
فالفيتامينات الموجوده متركزه بهاي البيتا كاروتين اللي موجوده اللي بتعطيها اللي حكينا اللون البرتقالي والاحمر، هي اللي بتحتوي على هاي اللي بتحمي من اشعه الشمس، بتعمل نضاره وصفاء للوجه اكثر، اللي هو برضه بتحتوي على فيتامين اي اللي هو عامل اساسي حتى انه بدخل في العلاج يعني الادويه انه في علاج البشره وتصفيتها. فانه بنلاقي بالفتره اللي انت بتستهلك هاي الفواكه بشكل معين بتلاقي انه في تاثير واضح انه ببين على البشره مباشره. شذب جرت العاده انه الناس تاكل الفواكه بعد الوجبه الرئيسيه، لكن في كثير من الدراسات اللي اشارت انه لا، الفواكه هي اصلا بتفتح النفس، وهي اصلا كمان عشان يعني يحصل الامتصاص لها بشكل اسرع لازم تاكل قبل الوجبه الرئيسيه، قبل الغداء او زي ما حكينا احنا هي بين الوجبات. يفضل انها تبعد عن الوجبه بين ساعه ساعه ونص، انه يكون الجسم مرتاح من الوجبه اللي اكلها عشان ما يصير برضه تضارب بين الوجبات. انه في دراسات بتحكي انه ممكن تسبب غازات لما تاخذ وجبه الغداء مثلا وبعدها مباشره، في ناس بيعتبروها تحليه انه بعد الغداء مباشره انه بده يحلي بحبه الفواكه، فلا لازم الواحد يبعدها ساعه زمان ساعتين زمان انه يرتاح شوي بعدين يحلي. لانه الناس على طول بعد الغداء تلاقيها مثلا راحت اكلت فواكه او حطت بطيخ. صحيح. هو اسمع البطيخ لحاله بيشبع، يعني انت بتحكي كميه السوائل في البطيخ اللي بتعضم هي مشبعه. شذا في كمان قبال الحلو في حامض، لما احنا بنحكي الدراك البركوك المشمش وخاصه في اوله نسبه الحموضه العاليه هي كمان ممكن تاثر على المعده، ويمكن الاطباء كثير بيقولوا انه انت ما تاكل هذه الفواكه على معده فاضيه او حتى ما تكثر منها. صحيح. هلا الشخص اللي عنده مشاكل في بالجهاز الهضمي مثلا معدته اصلا ما بتتحمل البهارات والحوامض وهي الشغلات واصلا محدود منها، لازم ينتبه للكميه اللي باخذها من هاي الفواكه. فعشان هيك احنا دائما نفضل زي ما حكيت قبل شوي انه بعد الوجبه بوقت، انه يكون الجسم مش على معده فاضيه قاعد باخذها، بس بنفس الوقت مش تاثر على الوجبات اللي اخذت قبلها. او يعني بحطوا ملح مع البركوك، مش عارف كيف بتركب هذا عشان احنا نعمل كل الملح يعني ضغط سكري وشيء. لا، هي من الاشياء اللي بتنظم ضغط الدم، فما بتاثر طول ما هي ضمن حدودها. نعم، هاي المعادله خلينا نقول بين الاطعمه، عشان هيك النضال مثلا بنقول عشان هيك بناكل الجبنه مع البطيخ، لانه الجبنه مالحه شوي ممكن تكون البطيخ حلو. على كل حال كثير استمتعنا بوجودك معنا، واتمنى لك نهار جميل. ولكم كمان شكرا شذا، يعني ختامنا صحي، ختامنا صيفي بفواكه الصيف.